تاني. فاطمة منصور يلا السادس تكملة لسن. اوكي يلا يا دان ريد لي. اوكي. هاني، هاي ماي نيمز هاني. اي جيت اب. We have a narrative five. We have a narrative five. عندنا لسه narrative five ما قريناهوش. What happens؟ كليم وداليا. كليم، what happens if you block a person on social media؟ داليا، ماسج who don't get any message from them؟ from them. Great job. معناها ايه ده؟ What's the meaning of this sentence؟ هو بيسأل opens، هو كلمة opens. Happens معناها يحدث. ماشي، يعني ايه اللي بيحصل؟ You block. ايه اللي... يعني بلوك، فاكرة لما قلت لك بلوك بلوك بلوك؟ هي نفس الحكاية، ما تعرفيش المقطع ده تاني. بلوك يعني بيضع حد في قائمة السوداء، البلاك ليست، يعني ما قدرش يبعت له أي حاجة. He can't send message or call، يعني لا يقدر يتصل بيه أو يرسل لهم أي مسج. أوكي اوكي ماشي، شكرا. يعني على السوشيال ميديا، يعني ليه بيحصل انه احنا بنعمل ازالة لبعض او ماذا هيحصل ايه لو انت عملت بلوك للشخص ده؟ فاهم قصده؟ don't get any message from them، يعني مش هنقدر نبعت له خالص رسائل لي. يعني مش هنقدر نبعت اي حد، مش هنقدر نبعت ليهم رسائل. انتي بلغتي واحد مثلا، كنت بتكلمي مع زميلتك، بعد كده عملت لها بلوك، لما تيجي ترسلي لها رسائل او هي مش هتقدر ترسل لك رسائل خلاص، لان انتي عامله لها بلوك. اوكي لو عايزة اشيل البلوك ده تقدر بقى تبعتلي ولا خلاص كده هيتعدد على البلاك هو ده ليست؟ عادي، تشيل عادي البلوك وتقدر تبعت لك عادي. طيب نقرا الفقرة اللي بعدها. هاني يوسف نيرة ويبات. يعني listen when do the student do this thing. هو بيسأل عن ال place أو بيسأل عن ال time when متى. okay first هنا هي اسمها هنا مش هاني؟ لا هاني فيها اي طيب هاني برضو هاني هانا حبابة مشكلة. هانا هاي ماي نيم هانا. I get up every day at 6 o'clock. I have breakfast with my family at Six six half. Six half thirty thirty in the morning. I get to the library on star days and I play Portis on Sunday. I do homework on Sunday, Tuesday and Thursday. Okay, ماشي، yep. هترجم أول حاجة هنا. ترجمها لحضرتك أنا تترجميها. قولي قولي قولي. يعني مرحبا او ازيكم، انا اسمي هنا. انا بصحى كل يوم الساعة 6 الصبح. انا بحصل على وجبة الفطار مع يعني بأكل وجبة الفطار مع عيلتي الساعة 36 دقيقة في الصبح. الصبح في الصبح تمام. وأنا بروح المكتبة on star day. يوم السبت. ماشي، شكرا على مش star day، يعني بروح المكتبة يوم السبت وبلعب رياضة Sunday يعني يوم الحد.
بعمل واجباتي برضو، بعمل واجباتي يوم الحد Tuesday and Thursdays. والثلاث والخميس. تمام. يوسف. Hi, I am Yusuf. I get up every day at 7 o'clock. I have breakfast with my grandparents at 7:30. 7:30. Thank you على المعلومة الحلوة دي. In the morning, I don't get go to the library, but I play sports on The third day. I do homework on Thursdays. يعني أستاذ يوسف ده مختلف خالص عن الأستاذة هنا في حاجات كتير. تمام. يعني بيقول أنا اسمي يوسف، أنا بصحى الصبح الساعة 7 الصبح، أما هنا كانت بتصحى الساعة 6. أنا باكل وجبة الفطار مع جدي وجدتي أو أجدادي يعني، أو جدي وجدتي يعني. أجدادي، أجدادي صح، my grandparents يعني أجدادي. أنا باكلها مع أجدادي الساعة 7:30 تمام. في الصبح. أنا ما بروحش المكتبة، لكن أنا بلعب رياضة يوم السبت. أنا بعمل واجباتي Thursday يعني يوم الثلاث. نيرة، hello my name is Nayra. I get up every day at Thursday ثلاث، Thursday خميس، لكن إيه؟ Tuesday ثلاث. تمام. يعني هي Thursday إيه دي؟ Thursday خميس. تمام، مفيش أي مشكلة، عادي خالص. تمام، معلش أول يعني مفيش أي مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة وأنتي عارفة كده، عادي خالص، غلطي براحتك. ماشي. hello, my name is Nayera. I get up every day at 6:30, half 30. And I هي مش have نيرة، هي breakfast ميار على with فكرة، بس ماشي. ميار. ايه الأسماء الغريبة يعني؟ هي أسمائهم أنا عارفاهم بالعربي، لكن ميار ماشي. بالإنجليزي بتحس إن هلو. في حق. كملي كملي. hello my name is Mayor. I get up every day at 6:30 and I have breakfast with my family at 7 o'clock. I get to the library on Sunday. In the afternoon, I don't play sports. I do homework on Monday and Wednesday. يعني عندنا الأخت ميار بتقول ازيكم، أنا اسمي ميار، أنا بصحى الساعة 6:30، يعني هي وحدت هقطعك معلش. دغد 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 دغد. اهلا يا رغد، عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. طيب بس معلش احنا بس عملنا انا حاجه، دخلت ارسلت لك على الجروب بعد الحصه، اعملي مش مشكله يعني، حلي. تمام، حلي الديكتيشن. الديكتيشن اللي ارسلت لك على الجروب ارسلته ده، شكرا يا ده، بس بعد العفو، الحصه. هي بتقرأ بقى، هي ميار ونادر تاني هي بقى. تمام، ركزت معانا. ايوه طيب احنا ما عملناش حاجة، احنا قرينا بس السكريبت، وصلنا لحد ما يور كانت بتقرا فيها دانا وبتترجم، هتخلصها دان وهتدخل في نادر. اوكي، ده الناس ممكن اروح بسرعة جاي الكتاب. اه اكيد. طيب اكمل ترجمة ميار ولا اسيبها لرغد؟ ده بس لا انت هتكمليها بس دقيقة واحدة تجيبي الكتاب عشان تبقى معايا. ماشي ماشي. ما عدتش عزول بقى ايه معايا حد كبير.
جبت كتاب يا رفعت؟ بس بصراحة مثلا توحشيني في أجازة الأسبوعية بتاعتي دي. شكرا لك يا دان والله، والله بجد انا قلت لكم ان انا يعني انتوا فقط عندي عزيز عليا جدا. هاي رغد جبت كتاب؟ ايوه تشوف. ايوه ماشي اوكي. بصي يا رغد، احنا اتفقنا احنا ممكن نقرا دي بطريقتين. انا قلت لدان الطريقه اللي هي الرسميه او الفورمال اللي بنقول عليها half past 6 half past 7، يعني الساعه 6 ونص 7 ونص هنقول half past ونقول الساعه، او ممكن نقول 6:30 يعني 6:30. اوكي دي الطريقه غير الرسميه، تمام كده؟ تمام. تمام يلا. طيب ده نكملي الجمله كده يلا، وبعد كده 102 نعمل نفحة بقى. 102 بقولها نفحة 102 تمام يلا ابدأي كملي تركه. وانا لسه ما ترجمتهاش اصلا. ترجمها من قبل. طيب يلا. عندنا الاخت ميار. ازيكم، انا اسمي ميار، انا بصحى الساعة 6:30. انا باكل الفطار بتاعي مع عيلتي الساعة 7. تمام وأنا بروح المكتبة يوم الحد. in the afternoon يعني بعد الظهر، يعني هي بتروح مكتبتها، بتروح المكتبة يوم الحد بعد الظهر. I بالضبط don't يعني أنا ما بلعبش رياضة. تمام وأنا بعمل واجبي بيوم الاثنين ويوم الأربعاء. يعني ما شاء الله محيدين، واحد يوم الثلاث ويوم الخميس تمام thank you then. رغد يلا next. بسم الله. نادر نادر. I am Nadir. I نادر get up every day at 8 o'clock. I have breakfast with my sister at 8:15 of quarter there's quarter past Yeah. eight. Then we go to school. I don't go to the library Okay. because I have a lot of books at home. I play sports and Wednesday I do homework every day. Okay. Then, Me. Nadia. أنا اسمي نادر. Okay. ازيكم؟ أنا اسمي نادر. أنا بصحى الساعة 8، بفطر مع أختي الساعة 8:15، بعدين بنروح المدرسة. أنا تمام ما بروحش المكتبة، لكن أنا عندي كتب كتير في البيت. أنا بلعب رياضة في يوم الأربعاء. انا بعمل الهومورك بتاعي كل يوم. تمام جدا. ثانك يو. يلا ريد افتر ذا، اقرأي دي وترجميها يلا. بالله Okay. Study for about 30 minutes, but no longer. If you try to study 4 hours with you a break, you cannot يا رغد without، مش without، without على طول. Without a break, without a break, you cannot concentrate when you have regular breaks, you remember more. It's also better to study at the same time each day, Even on Friday. on Friday and Saturday. People's brains work better if You they have have a regular routine. routine also. انت لسه جاي من المدرسة فحاسة ان كل حاجة مضغوطة، اهدي عادي. Routine also don't study when you
you are hungry. If you eat a healthy meal at lunchtime, you can work better in the afternoon. It's helpful if you write down a list of what you want to do each time for you study. Then you can check it off the list when you finish studying and feel proud. نبدأ بقى نترجم. سيبك من الترجمة اللي تحت، حاولي انتي تقولي فاهمة ايه النقاط. الفكرة هنا او الايديا من التريننج او الاكسرسايز اللي احنا بنعمله ده، ان افرض وي هاف في 1 مينت، Okay. يو كان Yeah. you يعني can انت يعني لو انت يعني بدون استراحة هتبقى مش هتعرف تركز. صح. great job. yeah well done. انت لازم أن يكون عندك فترات راحة زي البريكس. بريك regular فترات راحة منتظمة. نعم بالظبط. you انت yeah remember more. يعني بتتذكر اكتر من ايوه لازم. هتفتكر اكتر علميا. ف if you have a regular breaks you will remember more. لو انت اخدت فعلا breaks منتظمه فعليا، حتى في الدراسه لو جربتوها هتلاقي نفسكم بتفتكروا احسن، بتذاكروا احسن. جربوها يعني، حلوه قوي فكره المذاكره study for 25 minutes. تمام. It also better to study at same time each day. يعني ايه بقى؟ مش مشكلة تكلم. ثواني. اوكي it also better to study at same time each day. يعني ايه؟ يعني من الأفضل إن أنت تذاكر في نفس الوقت كل يوم مثلا. بالظبط. تمام. حتى حتى يوم الجمعة أيام الأحد والسبت. والجمعة، بس هو هنا جمعها، يقصد بيها كل أيام الجمعة وكل أيام السبت. كل أيام الجمعة والسبت. يعني الناس أو البرنس people's برنس هتبقى عقول الناس. ايوه great job. بس اللي بتشتغل yeah better بتبقى تمام بتشتغل. مثلا لما يشتغل بيشتغل حلو، أما ياخده افضل بشكل اللي هو افضل. الروتين منتظم. great job great job. ده رغد also. تمام. وكمان when you are hungry. ما تذاكرش لو انت جعان. yeah if you eat a healthy meal at lunch time. لازم تاكل اكل صحي في وجبة الغداء. okay لو انت اكلت اكل صحي في الغدا هتعمل ايه بقى؟ يعني هتبقى يعني تفكر عادي. هتشتغل بشكل افضل في الافترنون. يعني هو بيعمل لك هنا حاجة ساينتفك أكتر، حاجة علمية، بيقول لك فعليا أنت لو أكلت healthy food. يعني مثلا أنا مش عاوزة أقول مثال الحاجات العلمية قوي، لكن في بعض الأطعمة لو أكلتها في الغداء بعد كده بتبدأ تذاكر after we can study، بتذاكر بشكل أفضل. أوكي فعليا في وقت الظهر. تمام. وكمان تبقى تبقى من الأفضل أو من المفيد. help يعني ساعد، قلنا لو ضفنا لها مقطع فوق هيبقى helpful، تبقى مفيد. تمام. okay من المفيد إن yeah أنت
write down a list of تبقى تكتب ام يعني تدون دون مدون write down يعني like تكتب تكتب قائمة لي مثلا اللي هو ثانية مثلا اوف ماشي بعد اللي انت عايز تعمله. بالظبط. great job. مش لازم كل الجملة، أنا بس عاوزة المعنى. ها what you want to each time you study، إن اللي أنت عاوز تذاكر بس. تمام great job. ها the last sentence، then you can check it off the list when you finish studying and feel proud. بعد كده ممكن تمسح اللي انت خلصته منه من القائمة دي وتشعر بالفخر. لما يقول ماشي لك تشعر بالفخر صح، بس هو تشيك هنا معناه ايه؟ يعمل علامة صح جنبيها يعني. تمام تشيك، عارفة يقول لك بعد تشيك. انا شفت اوف اوكي او يمكن حسبها بمعنى صح، تشيك اوف. تمام اوكي ستار. لسه ولا الجرامر اللي انا عملته ده من صح ولا غلط؟ نعم الجرامر اللي انا عملته صح ولا غلط جرامر ايه؟ اللي هو بيت 107 انا هي عملته على الجروب. اوكي انا لو على الجروب لو في حاجة غلط ببعتها وبقول دي فيها غلط كذا. الواجب بيكون معايا متصحح هنا في الكتاب وبراجعه معاكم في البداية. يا راجل صح، احنا اتفقنا الامتحان وقلنا ان هو يونت 1 و 2. تمام هتراجعوه الامتحان الاسبوع الجاي يوم الثلاث، هتراجعوا يونت 1 و 2 جرامر ان شاء الله هرجع لكم الحد، وهتراجعوا الكلمات. لو في اي اسئله في يونت 1 و 2 محتاجينها ابعتوها، وتاكدوا ان انتوا ارسلتوا الواجب كامل. تتاكدوا ازاي؟ ممكن تشوفوا الرساله على الواتساب ان انتوا بعتوها. يا تيتشر احنا بعتنا صفحه كذا صفحه كذا، واللي ناقص تاني فقط. اوكي 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 We have a grammar close with if and when. We use clauses with if and when, last present tense verb. What mean? قال لك ان ال if when جمل شرطية، يعني عشان اعمل حاجة هيترتب عليها حاجة. If I study hard I will or I pass the exam، لو انا ذاكرت بجد هعدي الامتحان وهنجح. اوكي يبقى دي معنى جملة شرطية، الحدث اللي انا هقوم بيه مترتب عليه حدث اخر. Okay. اوكي We use clauses today if and when. هنستخدم if when في النهاردة. Okay. بتيجي في زمنين، هنا جاية معانا في زمن ال present tense المضارع البسيط، وجاية معانا مع الأفعال الناقصة زي can. Okay. طب هو إيه استخدامهم؟ هو ممكن يجوا في زمن تاني أو ممكن يجوا في كل الأزمنة، لكن إحنا النهاردة take it was present simple and model verb. Okay. 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 He express about facts or things usually true. يعني حاجات حقائق أو حاجة هي بتحصل. لو أنت فعلا ذاكرت هتنجح. Like you want any meaning of these words, you look in dictionary. لو أنت عاوز تعرف معنى كلمة هتنظر في الديكشنري صح؟ فهي جمل متساوية. يعني متساوية يعني حقائق علمية لا تقبل الجدل، أو حقائق ثابتة في الغالب. هو فعلا أنت شخص لو عاوز تذاكر لو ذاكرت هتنجح، مفيش حد بيذاكر مش بينجح. أوكي اوكي فهي دي استخدام اف وان. احنا النهاردة استخدمها مع المودل فيرب ومع ال present tense. أوكي أول حاجة، طب أنا تكوينها ازاي؟ يعني هعمل تكوين ال if and when دي ازاي؟ قالك ان بيجانا في البداية welcome with if and when. If when ممكن يجوا في البداية والفاصل بين الجملتين بيبقى كومة، أو ممكن يجي في نص الجملة. يبقى تاني أول حاجة لازم نعرف ال possession بتاع if when. If can come the start or the beginning of sentence and can come with the here between the two sentences. Okay يعني ممكن تيجي بين جملتين أو في بداية الجملة.
تمام اوكي. اوكي هنعمل F1 ازاي اصلا؟ يعني التكوين بتاعها الفورم قال لك فيرست بعد F1 لازم يجي حاجة اسمها الـ present simple، المضارع البسيط، واحنا اتكلمنا عن المضارع البسيط قبل كده. We say was the singular مع المفرد في المضارع البسيط، كام was، هتيجي ايه مع المفرد؟ اسمه ايه مستني هكذا اوكي، مع المفرد في المضارع البسيط singular with present simple هيجي ايه مع المفرد في الفعل؟ المفروض هيبقى ثواني اوكي تاني، when he like he صح لا، يعني ما هو ده singular، هو ده المفرد اللي اقصد بيه. اوكي، هتبقى بلاي ولا هضيف لها حاجة؟ اس اوكي بلاي، يبقى المفرد هنا في المضارع البسيط بضيف لها حاجة من اتنين، حاجة تلات حاجات، يا اس اي or اس او i e اي s. اس فاكرين ال present simple ولا اشرحه من البداية؟ فاكرينه مش عارفة ليه حاسة ان فاكرينه كده. then فاكراه اوكي اوكي يعني احنا بعدين هنكمل، حطينا فيه حل اللي فاكره، اللي مش فاكره اكتر حاجة هتعدهوله يعني. اكيد هعيده، مفيش اي مشكلة عندي، اللي مش فاكرة اعيده تاني. فلو في مشكلة مع حد فيكم دلوقتي نبدأ من دلوقتي قبل ما ندخل في الـ F1. لا تمام؟ فاكرين اوكي. متأكدة يا رغد؟ سينجولر؟ لا هي بس عشان جاية من المدرسة عارفة اللي هو كده. اوكي. ايوه ان شاء الله انا فاكره. سينجولر بيجي معاه S E S I E بتسألينا S. بتسألينا على كده كده سؤال، كم سؤال كده اوكي. بتسألينا؟ ايوه بس عشان تختبريني كده لا اطفى علشان نكون فاكرينه، عشان لو مش فاكرينه حضرتك هتلاحظ ان احنا مش فاكرينه فتديهولنا يعني. اوكي we watch you. مش هادي تيتش ولا أنا مش عاجباكي، مش هخلص. listen يلا. الأولى هتبقى ايه يا دان؟ قلت ايه؟ صح. دان اتصدمت، دان اتصدمت، ايه ده، هي في جملة أولى؟ وملت استوعب. اوكي هي مين بلاي تاني؟ هنضيف حاجة، هنضيف ثانية كده احط لكم اختيارات عشان تفتكروا. اوكي او مش هنضيف حاجة خالص. اختاروا يلا. هيا دان اول واحد. هنضيف لها اس هتبقى ايه هنضيف الإجابة؟ لها بليز بليز. great job. اوكي دان الرقم الثاني، رغد الرقم الثاني. تبقى she craze تبقى ES اي اس. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان اي ثواني باص، اوكي مفيش مشكله، باص بريزنت اي فعل انتهى اللي بوقت، لكن يسبقه حرف ساكن هو صح في الار، بنحذف الواي وبنضيف ايه؟ الاس الاي اي اس. يبقى هتبقى الاي اس كراي. فاكرين اوكي مش اي مشكله. دان دان ايوه والله مع حضرتك كان دفلا اي اس مش محتاج هتطلع اي اس. تمام. الافعال in the west s s or c h or s h o x، الافعال اللي بتنتهي بالحروف دي احنا بنضيف لها اي اس. اوكي اوكي اس اتش. يا من صح افتكرت دلوقتي صح الحمد لله الحمد لله وصلنا. He watches. Okay. You listen. رقت. يو لسن يو هتبقى ثاني ثانية 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 ثانية، معلش يا جماعة.
داني انت قلتي ايه؟ قلتي ايه اس؟ في ايه؟ طب الفاعل يا دان، ايه؟ الفاعل ماله، جمع ولا مفرد؟ جمع. انا برضه استغربت. اسمه حاجة. انا لا، انا لحظة، افتكرت شفتها شيل اللي فوقيها عشان الكلام مكتوب تحت. ايوه لحظة، خدي وقتك. دقيقة واحدة بس عشان انت وترتوني. لا لا لحظة. هنا الفاعل we watch، we watch، ماشي we watch، يبقى مش هنضيف لها حاجة. هنضيف اي حاجة. اوكي you listen، هنضيف ايه يا رغد؟ هنضيف أي حاجة. هي say يا دان، هضيف ايه هنا؟ دان you listen to he say هكون he say he say هنضيف لها أي إيه، هنضيف لها أي إس. اي عندها ايه؟ طب اس لا عندها اس بس ليه؟ طيب احنا اتفقنا لو الفعل اخر واي لكن يسبقه ايه، كونسونانت ولا فاول؟ تبقى مس تبقى هنا اسبقها فاول لكن هنا كونسونانت يا دان. ده نفتح الميكروفون بس عشان تبقى مركزة معايا. هقول لك حاجة، عادي. هنا كونسونانت، عارفين الحروف الكونسونانت، كل الحروف كونسونانت ما عدا 5 حروف except 5 7 اللي هو ال A وال E وال O وال U وال I. okay بس احنا عندنا بقى العكس، هنا في ألمانيا العكس، معرفش عندنا ليه ايه؟ عندنا في ألمانيا العكس. ألمانيا الحروف غير، يعني جيرمان حروف غير، أنا بذاكر جيرمان فأنا عارفة. فانا عارفه ان الدنيا في الالماني هتلاقي عكس الانجليزي واصوات حتى، فلا حاولي تفصلي الالماني عشان اعرف انها مشكله. اوكي فهنا ده هنا حرف الفاول. فالحرف الفاول لما بيجي قبل واي احنا مش بنحذف حاجه، احنا مش بنحذف حاجه، بنضيف له اس بس سايس. تمام واضح كده؟ واضح. ايوه تيتشر، كيدان واضح؟ واضح واضح. مالك كده، مالك يا بنتي؟ واضح. هشرح لكم حاجة كده مع الفيرب to be. أنا مش عارفة يعني تقريبا قلتها لكم قبل كده بس أنا هنعيدها تاني. أنا قلت لكم قبل كده إن الفيرب to be am is و are ممكن يجي كفعل رئيسي وكفعل مساعد، صح؟ اوكي ال verb to be ممكن كان يجي كفعل رئيسي وكفعل مساعد. ايه ده، هو ممكن يشتغل كفعل رئيسي؟ ك main verb I am happy he is a teacher. لكن لو قلت I am playing I say I am playing happy. Okay. He is watching. Is watching TV. Okay. احنا اتفقنا قبل كده امتى بيكون فعل رئيسي وامتى يكون فعل مساعد. مين فاكر؟ مس اي رغد قولي. حاليا زي تاني طيب امتى ال verb to be بيكون فعل رئيسي وامتى يكون فعل مساعد في الجملة؟ فعل مساعد. اوكي اما نحط ال اسمه اسمه صغر لا قولي عادي no problem مفيش مشكلة say اما نحط اللوم خلاص. احنا قدامنا هنا 4 جمل، في منهم 2 اساسي و2 مساعد. طيب ايه الاساسي؟ I am happy. I am happy. احنا اتفقين ان الجملة الاساسية عموما بتكون ايه؟ subject plus verb plus
complete a sentence. فأنا هنا عندي subject اللي هو ال I، عندي ال verb اللي هو ال am اللي هو أصلا فعل be، صح ولا لأ؟ صح. plus happy اللي هي صفة، I am happy أنا سعيد. نفس الحكاية هنا، he subject is verb a okay teacher a teacher هو بيكون مدرس okay. هنا ده كده فعل أساسي لأن أنا الجملة فعلا فاعل وفعل، طب يا تيتشر هنا فعل إيه؟ قال لك فعل مساعد. والدليل على كده لو إحنا حذفنا هنا am I happy، في حاجة في الإنجليزي اسمها I happy؟ فين الفيرب؟ فين الفيرب؟ الفيرب هيبقى مس يعني ال مفيش، أنا حذفته صح؟ ايوه انا برضه كنت لسه اقول كده. ما هو كده فعلا غلط، ما انا بقول لك انا لو حذفت ام في فعل تاني فيها، لا مفيش فعل لا تاني فيها، فكده دي جمله رئيسيه فعل رئيسي في الجمله مفيش اي مشكله. لكن هنا بيجي كفعل مساعد، طب ازاي بيجي كفعل مساعد؟ عشان ال ING. بالظبط اي ان جي. وحاجه تاني، انا لو حذفت الام هنا هو جرامر هيبقى خطا، ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها اي بلاينج، جرامر خطا. لكن لو حاولنا نترجمها بالنسبه لعلم المعاني هي صح. اوكي أنا بلعب كورة. انا العب كره، لكن هي كجرامر غلط. I am playing football. هنا play هي الفعل الرئيسي، لكن am جت كفعل مساعد auxiliary verb. اوكي تمام. نفس الحكايه is watching TV. دان واضح الكلام؟ واضح، بس انا بقى بكون هاديه سنه بزياده يعني. تمام. يبقى انا عندي جملتين، عندي مرة بنستخدمه ك auxiliary verb and another time used as a verb. Okay. اوكي Okay. We use do and does in، نستخدم do does فين في السؤال عشان يبقى راجعنا كل ال present simple. ال does بتيجي مع مين؟ مع ال Okay. Huh. then does بتيجي مع مين؟ does لحظة ال does ايه يعني؟ ماشي ال does بتيجي مع يعني، لحظة انت حضرتك عايزة من اللي هو am او is هتيجي او مع are. السنجلر؟ هتيجي مع السنجلر ولا البلورال؟ لا سيبك من ام واز واخر ار خالص دلوقتي. singular ولا plural؟ لا does وال اسمها ايه does بتيجي مع البلور. ده بتيجي مع هي شو ات المفرد اصلا، صح ولا لا؟ صح مش هي فيها اي اس؟ الفعل الاساسي اصلا دو، احنا ضفنا له اي اس فهتبقى داز. دو يعني يفعل او يقوم، بس دو هنا مش جايه كان يفعل يقوم، هنا دو جايه كفعل مساعد عشان تساعدنا ان احنا نسال فين في المضارع البسيط. طيب خلينا نرجع المضارع البسيط من الاول عشان حاسه ان في دروب في النص. المضارع البسيط بيتكلم عن ايه؟ عن فاكتس حقائق وروتين. الروتين like I get up at 6 o'clock, I go to school, I play football. كل ده روتين أنا بعمله كل يوم، بعمله كل أسبوع كل شهر كل سنة عادي، روتين ثابت عندي. لو قلت مثلا I every year travel to Jordan مثلا أو travel to Saudi Arabia، كل سنة مسافر للسعودي أريبيا، يبقى أنا كده إيه؟ عادي. تمام، دي اول حاجه اللي تمام. بتعبر حاجه عن المضارع البسيط. طيب هو المضارع البسيط بس كده؟ لا قال لك الفاكتس الحقائق. زي ايه الفاكتس الحقائق؟ زي مثلا ان الووتر holds in 100%، ان الميه بتغلي مثلا بتغلي جامد عن درجه ايه، 100 مئويه، توصل ل 100 درجه درجه الحراره، الميه مثلا بتغلي جامد جامد. ممكن نقول مثلا sun rise، الشمس بتشرق مثلا from east okay، من الشرق وبتغرب من الغرب. تمام، تمام كل دي حقائق علمية ولا لأ؟ فاكتس ولا لأ؟ فاكتس ولا لا؟ هل الحقائق يعني دي فاكتس يعني حقائق علمية؟
هل الحاجة دي ممكن تتغير في يوم من الأيام؟ لا يبقى كده مضارع بسيط. تمام كده يا تمام رغد، فهمتوا يعني ايه مضارع بسيط؟ ايوه يلا تيتش هو المضارع بسيط، اتفقنا على حاجة كمان، اتفقنا ان احنا عندنا مع المفرد اللي هي وشي وات، وي اد اي اكس فور ذا فيرب مع المفرد صح؟ صح. مع الجمع بنضيف حاجة؟ لا لا. تمام كده يبقى هي she at we add s e s i e s for the verb. تمام، هنضيف s او e s او i e s للفعل. تمام، تمام طيب مع الجمع قلنا مش هنضيف اي حاجة، مع we و you و they. هنا ديت انا جايبه لكم الضمائر تمام كبديل، كبديل الاسماء لا اكثر ولا اقل. يعني مثلا لو كان في علي واحمد مش دول الجمع؟ لا ايه لي لا يا رجل، ده هي اللي لا. علي واحمد جمع عادي، فاطمه دان اند رغد بلولر اسماء جمع، لان انا وانتي ودان عملنا جروب صح، فهنتعامل معاملتك. فاهمين لحد هنا؟ اوكي، اتفقنا. بعد كده ان احنا لما نبدأ نسأل بقى هنستخدم ايه؟ دو داز في المضارع البسيط مع الافعال، الافعال المفردة، الفعل المفرد هناخد معاه داز بلس هي شي ات، والفعل هيكون ماله؟ هنضيف حاجة للفعل بالسؤال؟ دان هنضيف حاجة في الفعل للسؤال؟ انا مستر هنضيف حاجة حاجة والله للفعل. ما فيش غيرك معايا. شوفي انت لو في حد تاني دان ما فيش مشكلة. ايوه معانا الرغد. لا انا بسألك انت. طيب ايه ماشي، هي الصورة متكبرة بزيادة. ايه بس كده تزعليش. لا خلاص، طب يلا تسألي سؤال ثاني. الفعل بعد does، بنجيب does في السؤال he she at، الفعل هيكون هنضيف له s او es او is ولا هيكون في الانفينيتيف؟ ما نايس. بنضيف ما بنضيف ما بنضيف ما بنضيف ده ما بن ما بنضيفهاش بتاع اي ال حاجه ما نضيفش اي حاجه، ما محتاجه شويه بنضيفش. تركيز منكم النهارده عشان انتوا النهارده مش عارفه مالكم على الصبح يعني مش فاهمه. طيب like does he play الانفينيتيف football؟ يعني ايوه infinitive. does he play football؟ هل هو بيلعب كرة قدم؟ فأنا جبت هنا does وادي الفعل المفرد، بعد كده play فين؟ ماله يا رغد الفعل ماله؟ نعمل ايه؟ الفعل ماله يا رغد؟ يو مس اي يو الفعل لا الفعل هنا play، ضفت له حاجة؟ تمام. ليه تبقى نمشي وين؟ ليه الفعل هنا صح ولا في خطأ يا رغد؟ تمام. خطأ؟ صح ولا لا؟ لا correct or not؟ لا ليه يا رغد؟ ما احنا فين؟ تمام. رغد مالك يا رغد؟ لا 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 ركزي معايا هزعل بجد. لسه بشكر فيكم من شويه وعماله اقول دين واحلى فضل، ولسه كنت بقولي ده الموضوع ده. لا مش كده، الفعل صح يا رغد مفيش حاجه، احنا اتفقنا في السؤال ان ده فعل بياخد كل حاجه. بس انا كنت بحسب تمام خلاص. لا ما تحسبيش حاجه، ركزي معايا وقفي حساب. تاني انا هو كنت بشوفها هي فاهمه، بشوفها هي فاهمه معايا الامر ولا لا، مركزه معايا ولا لا، عشان حسيت ان هي مش مركزه. بسالها الفعل كده صح ولا ضفنا حاجه؟ لا هو الفعل صح ما فيهوش حاجه. صح. اي correct. we say when make a question we begin with does he she at subject and verb in infinitive، الفعل فين ماله؟ في الانفينيتيف. فاقول له does he play football؟ طيب ممكن حد يعمل لي سؤال تاني؟ يلا يا رغد ابدأي بسؤال وده نستعيدي بعدين. بدز ولا دو؟
داس دو احنا لسه ما شرحناهوش. وانتو صح. ايه داس داس شي playing football. Does she what? Does Does she she ها بصي طب مش مكتوبة دي ولا انا لا؟ اقول له حاجة تانية. Does she ايوه does she بس حاجة تانية. اوكي Does Does she she هي مش مكتوبة play قوي قدامنا. tennis؟ Does she play tennis؟ ده غلط اصلا. لا تمام، انا بعيد الكلمة عشان تقولي صح ولا لا. نعم يا داني اتفضلي قولي. هي مش مكتوبة كيف فوق. رفع دلوقتي مفتاح ما برضه. ايوه ماشي، بس انا ايه قلت اسيبها عشان حاساها هي فصلت مني، فانا قلت ايه خليها تقول الجمله اللي نفسها فيها. طيب يلا يا دان قولي جمله. أقولها تاني برضو بتاع الدس هي لا بلاين فوتبول. احنا هنفضل نضغط اليوم وهي بلاي. نشوفوا لكم فعل تاني. عندنا واتش، عندنا سي، عندنا ريد، عندنا قصدي مش ايت. قصدي أنا قصدي أنا قصدي بقى أنا مش قصدي كده. في ايوه ايوه ادم دوت. طيب ممكن نقول does مثلا she does مثلا she لا ما نقول ده هي المرة دي. لا بس ليه؟ طيب ماشي does he play basketball؟ تاني بلاي. ده هي تاني بلاي يا خلاص دان. خلاص بلاها بلاي خلاص بلاها بلاي قولي ده هي ايه؟ go to the library. ده هي go to the library. okay Miss أنا عايزة يلا واحدة اديني تانية، أنا اليوم عندي بقى واحدة على تانية. اخر. طيب قولوا عشان الحصة خلاص قربت تنتهي. قولي طب ثانية بس بس ما تكونش بلاي، ما تكونش بلاي لا يا رب. لا لا حاجة تانية. اوكي بس تمام شفتي يا مسكت لك اهو فعلا اهو شكرا يا دان شكرا. داس اقول بشي ماشي ده شي ما فيش مشكلة. هاي يا رجل eat ايت الحمد لله فعل جديد. ها lunch ايت لانش تمام شكرا على افعالك الجديدة. ده شي ايت لانش تمام كده. احنا اتكلمنا عن المضارع البسيط بيعبر عن ايه، ازاي ممكن نكون جملة فيه مع المفرد ومع الجمع، وازاي نسأل تمام مع المفرد. المرة الجاية هكمل بقية الجزء في المضارع البسيط، الكلمات الدالة والنفي، ونبدأ في الزمن بتاعنا في الجرامر بتاعنا. احنا اوكي كده الحصة خلصت. الساعة 5. اوكي ثانك يو تيتشر.